أفاد مصدر أمني بأنه تم فتح أحد مسار بطريق المطار بعد إغلاقه بشكل جزئي جراء سقوط جزء من جسر موشاة. وأوضح المصدر أن جزءا من الجسر قد سقط على الطريق بسبب عدم تقيد إحدى الشاحنات المخصصة لنقل الآليات الثقيلة بالارتفاعات على الطرق الخارجية والجسور دون أن تتسبب بإصابات أو خسائر بالأرواح. وأكد مصدر أن الدوريات الخارجية عملت على تحويل السير بغية استمرارية حركة المرور. وللوقوف على آخر تداعيات انهيار الجسر ينضم إلينا الزميل أمين سليم. أمين، مساء الخير، هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات حادثة انهيار الجسر؟ نعم ليلى، بالفعل تم فتح الطريق وتم إعادة تمت إعادة فتح الطريق أمام حركة السير القادمة من جنوب المملكة ومن أيضا من شمال المملكة على طريق المطار هنا في منطقة ضبعة. آليات وزارة الأشغال وآليات الدوريات الخارجية أغلقت الطريق لفترة محددة لحين فتح السير. ما حصل أن آلية شاحنة لنقل الآليات الثقيلة قامت بتجاوز الارتفاع المسموح به ما أدى لاصطدامها بجسر المشاة الموجود هنا في منطقة ضبعة. سقط جزء من هذا الجسر وقامت الآليات بإسقاط الجزء الآخر لأنه غير آمن وآيل للسقوط، فتم إسقاط باقي الجسر وتمت إزالة الأنقاض من الطريق وفتح الطريق أمام حركة السير. الآن تم إلغاء التحويلات التي قامت بها الدوريات الخارجية وعادت حركة السير إلى طبيعتها، لكن ما زالت أنقاض جسر المشاة موجودة هنا في على جانبي الطريق. الملاحظة المهمة في هذا الطريق بأن هو من ضمن التحويل التي قامت بها وزارة الأشغال لإعادة تأهيل الطريق الصحراوي، فالجانب الذي يشهد حركة سير هو الجانب الذي كان يعمل وأمام حركة السير، أما الجانب الذي نقف عليه الآن فهو أصلا ضمن التحويل التي قامت بها وزارة الأشغال، وبالتالي تم إعادة فتح السير في المسرب الرئيسي فقط، أما هذا المسرب فهو ضمن التحويلة الأساسية لإعادة تأهيل الطريق الصحراوي. معي أحد المواطنين للحديث أكثر عن ما حصل اليوم وعن مطالب أيضا هذه المنطقة وسكان هذه المنطقة الذين يعني كانوا يعتمدون بشكل رئيسي على جسر المشاة للانتقال من المنطقة السكنية إلى المنطقة التجارية وبالعكس. أعطيك العافية، بداية حدثنا ما الذي حصل صباح اليوم؟ اللي حصل تقريبا قبل 6 ساعات سقط هذا الجسر. طبعا هذا الجسر يربط طرفي القرية، هذا الطريق الصحراوي يفصل قرية زميلة نصفين، طبعا قرية زميلة تابع لواء الجيزة. طبعا الجسر هو اصلا التقرير عنه انه غير صالح للاستخدام سابقا، رجعنا وزاره الاشغال وانا كنت ومجموعه من الاهالي قابلنا وزير الاشغال قبل شهر نص بالضبط، المطالب حطيناها على مكتب معالي الوزير انه احنا هذا الجسر غير صالح للاستخدام واحنا يوميا نستخدم الطريق خصوصا لانه المركز الصحي والمدارس والسوبر ماركت كله على الجهه الاخرى، فما في غنى عن استخدامه على مدار الساعه. فقلنا هذا الجسر غير صالح للاستخدام ويجب تغييره قبل ان يبدا المتعهد بالعمل. وهذا الحق قبل شهر ونص، ومعي كان معنا رئيس البلديه. ما الذي حصل اليوم تحديدا؟ اللي صار اليوم انه هذا الجسر سقط، طبعا هو آيل للسقوط سابقا. وكنا نستخدمه على علات وكنا نستخدمه وسقط على الحمد لله انه ما كان في اصابات لانه كان الشارع فاضي، ولو كان في سيارات او في مواطنين صارت مصيبه وكانت في اصابات بالارواح. لكن عتبنا على الاجهزه الرسميه انه دائما احنا المطالبات تتم قبل، لكن ما يتم العلاج والحلول الا بعد ما تصير المصيبه. هذا يعني مع الاسف صار عندنا ديدن بالاردن والحكومات الاردنيه. لما اقول لك قبل شهر نص احنا قابلنا معالي الوزير، شو ظل حطيناه امام 3 مطالب للقريه، قامت نفق ارضي للسيارات وقامت جسر مشاة علوي حديدي يربط طرفي القرية من الجبلين ليكون أسهل على الاستخدام للناس، وإنشاء طريق بديل للقرية الأخرى اللي تم الآن إغلاقه بسبب أنه تم تحويل الشارع. هذه الآن لا يوجد لا مخرج آمن لا دخول ولا خروج للقرية.
شكرا شكرا جزيلا لك. يعني سنتابع تفاصيل أكثر حول التحويلة في هذه المنطقة، لكن أود أن أنوه إلى أن مدير أشغال العاصمة الذي كان متواجد هنا في المنطقة صرح لرؤية بأن وزارة الأشغال أقامت لجنة دائمة ولجنة طوارئ لبحث هذا الموضوع، وأكد لنا بأن وزير الأشغال أوعز لوزارة الأشغال ولكوادر وزارة الأشغال بإنشاء جسر جديد في أقرب وقت، خاصة وأن هذا الجسر هو الجسر الوحيد الذي يخدم هذه المنطقة. أؤكد لك مرة أخرى بأن حركة السير عادت إلى طبيعتها في هذه المنطقة.